لا احتفال قبل نهايه الحفله كابتن نجيب المستكاوي، لكن عجيب حسن المستكاوي في بيت الله رحمه الله. لكن عجبني قوي قوي العنوان بتاع الكابتن او الاستاذ محمد سيف، الاهلي امتياز الزمالك جاد جدا، في اشاره الى قال لك ده الترم الاول، ده الترم الاول، في اشاره الى الاداء جميل جدا ان الثلاث فرق اللي لعبوا في المغرب كسبوا بيراميدز. لازم يبارك له، وكمان صعد النهائي حوريه كوناكري يلعب نهضه بركان يوم الاحد ان شاء الله. انما ده له معنى، له معنى، وده اللي كنا بنتكلم عليه، ان عوده الدوري جهزت الثلاث فرق دول تجهيز جيد جدا. وبعدين هم بالترتيب كده ترتيب الجدول لحد دلوقتي، يعني هو يمكن بيراميد يعني بنسبه 90% هيظل في المركز الثالث، انما لسه في امر قد يبدو مستحيلا لكن التحقق، ممكن بقول العرب ياخد الثالث. انما اللي انا عايز اقوله ان ده له معنى ايه؟ ان الدوري انتهى، اهلي زمالك بيراميد، وراحوا كسبوا الثلاثه في المغرب. اذا كانت رؤيه ثاقبه بعوده الدوري، لكن كله بيتحفظ، كله بيتحفظ، والعقلاء يدركون هذا الامر. ما تامنش للكوره، ما تامن لهاش، مقالبها كتير والامثله كتير جدا. اذا اللي يخليك ان انت تنجو من مقالب الساحره المستديره انك تحترم المنافس وتعتبر انك انت ما كسبتش، اعتبر ان ده ماتش اقصائي، نتيجته هتحدد مين اللي هيكمل. ولذلك يعني موسيماني بيقول لفرقته كده، انسوا الماتش اللي فات، انسوا الماتش اللي فات، و100% ده اللي بيحصل في الزمالك. ارجو ان الاهلي والزمالك يستطيعوا ان هم يتجاوزوا الدور ده ويبقى النهائي مصري خالص باذن الله. طيب هذا الدور ليه الناقد الرياضي الاستاذ محمد سيف قال لك نتيجه الترم الاول الاهلي امتياز؟ انتوا متخيلين الاهلي في المغرب مش بس كسب 2-0، نسبه استحواذه على الملعب على الكره في المباراه 58%، 42% للوداد العتيد العنيد الكبير، وبحكم الفرص الضائعه، الفرص الضائعه للاهلي اكتر، الخطوره اكتر، كل مراحل التقييم وكل مفردات المقارنه بين الاهلي والوداد تجدها في هذه المباراه لصالح الاهلي، وده اللي اعترف به الاشقاء في المغرب. ارقام الزمالك محمد سيف اداها جيد جدا، بس الزمالك مع فوزه على الرجاء في نفس الملعب نسبه استحواذه على الكره فقط كانت 35.6%، ودي ثالث اقل نسبه لفريق فاز في دوري الابطال السنه دي. انما هي اللقطه المضيئه يا استاذ ابراهيم، ودي حاجه مفارقه رائعه. ان الجون اللي جابه الزمالك من حاجه و20 نقله، يعني مش جون عشوائي. يعني في نقلات وبتاع، في ديبيت وفي رغي كتير ماليش دعوه بيه على الساندا. انما انا بتكلم ان منظر الزمالك وهو طالع بالكره وبيستحوذ عليها وبعدين تنتهي باوفر وبهدف، اذا هو يعني كان شكل كويس انك انت بتجيب الجون مش بضربه حظ، باداء في اللعبه دي بالذات. الزمالك رجع في الشوط الثاني انكمش وقطع الفرصه للرجاء انه يستحوذ ويبقى يشكل بعض الخطوره، لكن ده اداء طبيعي. هو بص، ادائك لما انت تجيب جون بره ارضك ممكن تعمل كده، هو الاداء الاستثنائي كان في اداء الاهلي الحقيقه.